اهلا البنات، كديرات؟ لاباس عليكم؟ هاني، اش اخباركم؟ اهلا البنات، كديرات؟ لاباس عليكم؟ هانيه، اش اخباركم؟ كلشي لاباس. اليوم فيديو جديد وصفه جديده. جيت اليوم نقدم لكم اللازانيا، بسيطه ما فيهاش مقادير كثار، تيبغيها الكبير والصغير. ايوا على بركه الله، دابا عندنا لاداند، اللي بغى يدير لاداند يدير، واللي بغى يدير الكفته يدير. انا كنديرها بلاداند. هنا عندي نص كيلو ديال لاداند، كنقطعو قطع صغار، ما تنكبروش انا، كنقطعو بحال هكايا. ها عندي بصيله هنايا كندير فيها الثومه. عندي كما كتشوفوا هنا كاينه مليحه، كاينه قرفه، بزار، خرقوم بلدي، وسكنجبير. هادو كنحتاجوهم للبيشاميل. عندنا سطر ديال الحليب، عندنا هنا معلقه كنحتاجو معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الدقيق ديال البيشاميل، وهذا الفرماج ديال التزيين من الفوق. وكنحتاجو هذاك كنحتاجو المكرونيه هذيك المجعبه. انت اختاري اللي بغيتي حيت فيها النوع. المهم تكون غاديك اللي مجعبه من الوسط باش تدخل لك فيها لاصوص. يلا نبداو دابا على بركه الله. بديت على بركه الله، كنشدو مقيله كنسخنوها كما كتشوفوا، كنسخنوها كنديرو فيها زويته هي، نديرو فيها الزيت ديالنا، كنجيبو البصله كنشحروها، تشحر البصله واحد شويه، من موراها كنزيدو لاداند. العطريه كنخليوها حتى من بعد تزيدنا البصله واحد شويه. اللازانيا هذه ساهله، هذه هي الطريقه ديال اللي كنديرها. كنديرها بهذوك، كنديرها بليفيس، ما كنديرهاش ب ديك الورقه ديال اللازانيا هذيك، كنديرها غير بهادو، غير بالمجعبه. اختاري النوع انت اللي بغيتي. وحنا بحال هكايا حتى كتهبط لينا واحد شويه، من موراها كنزيدو لاداند ديالنا. اللي بغى يدير في بلاصتو الكفته يديرها، انا كندير لها غير لاداند، كتعجبني بلاداند. شي بغا حتى ولادي كتجي في الفنه تشبعش منها، تجي غزاله وبنينه. نتمنى الوصفات تجربوها وتردوا عليا الخبر، تجي فنيونه فنيونه يا البنات. نزيدو عليها لدان ديالنا كما قلت لكم، انا هنا درت نص كيلو، نتوما على حسب افراد الاسره، الا كتنقصو الا كتزيدو. كما قلت لكم كنقطعها مكعبات صغار، ما كنديرهاش ما كنخليهمش كبارين بزاف. المهم كنضرب فيه ساكيت زعما ما كياخذش بزاف ديال الوقت، غير ما يطلق داك الماء ديالو ويشرب القوا صافي. كنحيدو حنا كنزيدو القوا ديالنا. كنخلطو مزيان باش نجيب ديك ديال العود حسن لي محلاتني. وندوزو باش نحضرو لاصوص اللي كتكون مع لي بات. ثم الدريات كندخلو كاع هذا، كندخلو كاع شي يقولوا لي الدريات كيف صافي حق الله، ندخلو كاع التوابل ديالنا صافي. كنسدو عليها باش نخليوها يطيب. ندوز معاكم دابا باش نحضروا لاصوص بين ما تبلينا. الصوص ديالنا ديال المطيشه كندير فيها هذا لاصوص طوماط، كندير معلقه كبيره، وكندير هذا المطيشه العاديه. انا عندي هنايا كنديرها في الفريجو، الا كانت عندي الزيت كان هذا كنطحنها وكنديرها في الفريجو. عندي هنايا جوج مطيشات،
خير زوج مطيشات، دير هنايا الثومه، القرفه، الملحه، الزنجبير، البزار والخرطوم، الزيت البلديه والزيت الروميه. صافو كنخليها تكطيب ليا، تكطيب ليا صافو كان شوره باقا هنا متلزه. صافي تكطيب ليا هكا تكنطيب. وهنا معكم هنايا اللدن ديالنا كيطلق الماء الدريات شتو باش نوريكم شي كيطلق الماء ديالو راسو. درنا نشرب واحد شويه هاد كيطلق الماء ديالو راسو تيطلقو وتيعاود يشربو عاوتاني. صافي اون فوا طيب طيب لينا هذا ونجي معكم باش ندير معكم هضره لاصوص بيشاميل. كنظن كلشي كيعرفو ولكن انا غادي نوريها للمبتدئات، نوري لكم كيفاش ندير انا لاصوص بيشاميل ديالي. وصافي وهانتوما معايا، وهاهي لاصوص ديالنا خلا اون فوا طيب. صافي نرجع معكم الدريات. دابا جينا باش نديرو لاصوص بيشاميل، كناخدو كما قلت لكم معشقة ديال الزبدة، معلقة ديال الزبدة، هاهي معلقة. تنزيدو عليها تنخليوها حتى كدوب، بعدا تزيدو واحد شوية اون فوا كدوب كنزيدو عليها معلقة ديال الدقيق. هذه المقادير ديال الاترو ديال الحليب. الا بغيتي دير الاترو كدير جوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الدقيق واترو ديال الحليب على حسب انت الكميه. دابا انت كدلي هاد العبيه دابا على حسب الكميه. صافي اون فوا دوب لينا الزبده كنزيدو عليها الدقيق دوز طون بشويه د العبيه تكون طريه. الدريات ملي كنكبو الحليب ما كنزيدوش على التحراك، كنزيدوش على التحراك نهائيا. اون فوا نزيدو الحليب كنزيدوش على التحراك. وشنو بغيتي كنديرو معلقة ديال الدقيق عامرة، تكور معانا الدريات. اون فوا كيتكور الدقيق كيتكور معنا الدقيق كنخلطو شويه ديال الدقيق. بعدا عندي انا ما كيشربش دغيا باش ما نحرقوش المقصوب، باش ما نحرقوش الزبده. انا راه جهدت عليها. صافي كيتجي مالينا كنزيدو الحليب كما قلت لكم. السطور ديال الحليب ما كنزيدوش على التحراك، منزيدوش على التحراك. كنزيدو شويه البزار، الملح بلا ما نزيد واحد الزبده مالحه اصلا، باش نبقاو نخلطو. يعني التحراك ما كنحبش من التحراك. والكوزه الا بغيتي، الا عندك الكوزه كديريها، ما كايناش ما كديريهاش، كتحكي غير واحد شويه ديال الكوزه الا كاينه. انا ما عنديش انا في الدار. صافي كديري شويه ديال البزار حتى الاخر، وكتزيد واحد الفرماجه باش كتجيك غنيه اكثر، تكون زينه اكثر بالفرماج. كديري فيها واحد كنزيدو الفرماجه ديالنا باش تذوب لينا. شي مشكل تينا مدارتش نطبق الكرة راه كدوب. بغيتي عقد لينا شوية. المهم نتي ملي كتحركي كتحسي بالكثافة اللي بغيتي. بغيتي ما يجيبش تقيل بزاف، ما كتخليهش حتى كيدير حتى كيختار. بغيتي يكون خاطر، المهم حيت راه ملي كيطفي عليه وكيبرد راه تيجمد. المهم انا دابا راه عندي لي زانغريديون كلشي واجد. هذا الطابليه صوص طابليه، فغادي نديرهم في المول. ها هو البنات شوفي كي تيجي، شتا
شفتي كي يجي خاطر خاطر ما جاري درياس كنشد هنا لي بوط نوريكم واش من لي بوط درت هادو الدريات هادو ممكن انت دير ديك الطويله الكبر من هادي ولا ديك الطويله اللي مجعبه المهم تكون شي واحده اللي مجعبه اللي اللي تدخل لك فيها لاصوص انا هادي اللي درت هادي اللي كانت عندي وهادي اللي درت دابا كنشدو لاصوص اللي كانت عندنا لاصوص اللي عندنا انا هادشي اللي كندير ليه كنشد لاصوص ديالي كلي اللي درنا الويله كنشدها كنخلطها انا مع لاصوص ما كنديرش ماشي كندير طبقه ديال لاصوص هذا لا كنخلطها نخلطها باش تجي لاصوص ديالي شاربه ليا هذا باش تجي المقرونيه ديالي الجعبه ديالي شاربه ليا لاصوص ديالي درت في هذا المول الكبير الدريات حيت ما المول الصغير ما عنديش المول الصغير كان عندي تهرس وين انتي كديري في الامور على حساب الافراد ديال العائله ديالك ندخل فيها مزيان لاصوص يعني كاملين لي بارت صافي بحال هكا كتقادي في الجناب والبلايص بحال هكا كتزيدي داك لاداند اللي قلت لكم كتحيدوا القرفه اللي كتكون باش ما تهزوهاش بسرعه تاع الدوز تقوى عادي فيها هي المهم انتي هذا كتوزع اللحم في كاع الامور كنحيدو كما تكون القرفه انا راه كنطيب القرفه عزيزه ليا بحال هكا كنستف ندير كاع في البلايص هكايا صافي كنزيد البشاميل ديالي نفرقو كاع على هذا المول كناخذ البشاميل ديالي كما قلت لكم الدريات شتو غنديرها و تنديرو كاع في المول كنوزع و تنقاد كان المول كيما قلت لك كبير كديري ايبرون كان المول صغير عندك كنستروا على كافيه المهم هنا كتقادي لاصوص ديالك اللي بغى لاصوص كتكون كثيره يكثر حيت ملي كتدخل الفران كتعاود تسيح انا المول عندي كبير بزاف كلشي دابا غادي يسيح والفرماج حتى هو كيعاون المهم البلاصه اللي ما فيهمش كنقادو كليكم كنقادو ايوا تنزيدو الفرماج ديالنا موتزاريلا الا ما كاينش كدير هذاك البلوك ديال لافاش كريم المهم اللي كاين تديريه عند داك الفرماج الاحمر كديه يقول لك تخلطيهم بجوج المهم انت تفنني ديك الساعات واللي موجود كتقضي به باش الضروري يكون هذا وهذا وهذا ندير هاد الحاجه هادي بالعكس انا راسوش باش انا خانتني فهاد اللحظه هادي معليش كيدوب كلشي تاي تجي هي هذيك حقها انا ما درتش انا زدت لتحت حيت كلشي فيه هذا كلشي فيه الزيت هذا الفرماج لا باش عمل فيه الزبده لاصوص المهم كندخلوها للفران البنات كندخلوها للفران البنات وصافي ملي تحمر لينا نوريكم الشكل النهائي ديالها ونرجعوها ثاني هيا الدريات اللي تجي كتجي محمره زوينه هذا هو الطبق النهائي نتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه.
تهلاو ليا فراسكم حتى لشي فيديو جديده، وما تنساوش جيم وتابوناو في القناه اللي مازال ما تابوناش. كنبغيكم بزاف، تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.